كون كان كيحسب ليها بسبب لاشين يوتيوب او المحتوى اللي كدير غادي يقتلها ما كانتش غدير هادشي، رغم انها كانت مزوجه وكتعيش حياه عاديه مع الزوج ديالها، ولكن مرضاتش بالقدر وداكشي اللي قسم ليها الله وتعمات ليها البصيره، وكان كيحسب ليها بان الفلوس غادي يعيشوها الحياه الرفاهيه. عرفت شكون باقيين ما عارفين والو وما فاهمين والو؟ داكشي علاش غادي نقول لكم نبداو القصه من الاول. وكيفاش تقتلات صاحبه قناه روتيني اليومي؟ وشكون هو اللي قتلها؟ واش الزوج ديالها عاق بها اولا شي واحد من العائله اولا شي واحد من المعجبين والمتابعين؟ الضحيه ديالنا كانت مزوجه بشخص ما كان عندهم لا ولاد لا والو غير هي وهو. العائله ديال الضحيه ما كانتش كتعرف ان راجلها كيتعاطى المخدرات، ولكن من بعد عامين الحاله ديالهم تدهورات بزاف، ومشات قالت لوالديها بانها ما بقاش قادره تعيش مع راجلها، ما بقاش عندهم باش يصرفوا اولا ما ياكلوا، وراجلي عاطيها غير الشراب والحشيش وما مديهاش فيها. والديها قالوا لها واش هادشي كان من نهار الاول ولا يلا غير دابا؟ قالت لهم لا كان من نهار تزوجت به. قالوا لها علاش صبرتي عليه هاد المده كامله؟ قالت لهم كنت كنقول دابا يتبدل وكنت باغي نبدلو ونحاول نغيرو ونعيشو حياه سعيده. جات لدارهم ريحت فيها شي 3 شهور، ولكن الضحيه باقا ما عاجبهاش الحياه اللي كتعيشها، رغم ان والديها حتى هما فقراء وعايشين بداكشي اللي قسم الله. فهاد المده اللي كانت مريحه مع دارهم تعرفات على واحد الشخص، بالرغم انها باقا ما تطلقاتش من الراجل الاول، دارت معها علاقه غراميه ما في خبار خوها ما في خبار امها. هنا فين قررات خاصها تستقل بوحدها، وما كرهاتش تكون عندها شي دار وساكنه فيها غير بوحدها باش تقدر دير اللي بغات وتخرج وقت ما بغات وتدخل وقت ما بغات. ولكن كان العائق ديالها هو الفلوس. بدات كتدخل اليوتيوب وكتشوف بان دوك القنوات ديال الروتيني اليومي كيدخلوا زباب الفلوس، وما عاد دير لا مجهود ما غتفيق تخدم ما والو والفلوس كتدخل. دبرت على واحد شويه ديال الفلوس وبشات كرات دار بوحدها، وباش تزيد تبعد بزاف بدات المدينه اللي كتسكن فيها باش حتى شي واحد ما يعرف شنو كدير. مشات لهاد الدار خدات جميع الادوات اللي تحتاجهم في التصوير، دات حساب في مواقع التواصل وكذلك حساب قناه يوتيوب، وبدات كتلوح فيديوهات ديال التنظيف والرقص بشي ملابس مكشوفه كيف ما غتشوفوا الفيديو اللي غنخليكم دابا تشوفوا. بقات خدامه لمده 3 شهور وبدات كتطور في هادشي اللي كدير فيه، في المحتوى اللي كدير فيه. كل مره كتخرج بلباس مكشوف ولكن مدرقه وجهها ما كتبانش، اما خوها وامها كيقلبوا عليها ما عرفوهاش فين مشات. وغير بالصدفه واحد النهار خوها كان مريح في قهوه والدراري بداو جابدين واحد الفيديو، هاد الفيديو ديال اختو، ولكن هو ما كانش عارف. بداو داويين في الموضوع وهذا المحتوى ديال الروتيني اليومي، والاخ ديالها كان من المعارضين لهذا المحتوى، ولكن ما عرفش اختو بانها هي هادي. اما الزوج ديالها ما سولش فيها ما جاش لدارهم، ولكن هما باقيين كيقلبوا على الضحيه وباقي ما لقاوهاش. من بعد مده ديال شهر الاخ ديال الضحيه تمكن يعرف العنوان فين ساكنه، باقي ما عرفاش كدير هذا المحتوى، ولكن قلب عليها ولقى العنوان ديالها. قال يا اما غتكون دايره شي حاجه، يا اما هربات مع شي واحد، يا اما رجعت للزوج ديالها. من يوصل للدار حلت عليه اختو ولكن صدمات، قالت لي كيفاش عرفتيني؟ قال لي اللي في فمه ما يتلف، بقيت كنقلب عليك حتى لقيتك. قالت لي دخل مرحبا بك. واخا هي مصدومه ما بغاش تبين لي. فاش دخل الاخ ديالها ريحوا الارض، ريحوا في الصالون وهو يشوف المعدات ديال التصوير. قال لها شنو كديري بهادشي؟ هي على نيتها. قالت ليه شوف راني وليت كندخل بزاف الفلوس، وهادشي بطبيعه الحال ماشي حرام، ما كنمشي مع الرجاله ما كنخرج في الليل غير من هنايا. قال لها كيفاش ما فهمتش؟ قالت لي كندير واحد المحتوى كنعلم العيالات كيفاش يشطحوا وكذلك كيفاش ينظفوا المنازل ديالهم. قال لها باقي ما فهمتش وريني نشوف. فاش وراتو الفيديو تفكر ديك الهضره اللي كان هضر مع صحابه في القهوه، وعرف بان الا بقات تتفضحات اختو ديك الهضره اللي سمع غيولي يسمعها عليه. بدا كيتخاصم هو وياها. قال علاش كديري هادشي؟ قالت لي راني قلت لك هادشي ماشي حرام، راني ما كنفسد ما كنخرج في الليل، هادو راه غير حلال وراني كنعلم غير العيالات. الاخ ديالها ما تمالكش الاعصاب ديالو وضربها 7 ضربات بالموس حتى قتلها، خلاها طيحه وخرج. ولكن من بعد 10 ايام الجيران بداو كيسولوا على الضحيه، واخا هي غير جديده معاهم في العمار ما كانش كتبان بزاف، ولكن مده 10 ايام بزاف باش ما تبانش. وزادوا تاكدوا فاش شموا الريحه خانزه خارجه من دارها، عيطوا للبوليس، البوليس زاو طردقوا الباب، دخلوا لقاوها مضروبه ب7 ضربات. دوك يقلبوا على شكون هو اللي قدر يقتل او اللي يدير هذه الجريمه. رجعوا للكاميرا ديال الاعمار تبين واحد الشخص. فاش تقلبوا هذاك الشخص لقاو خوها، فشدوه قالوا ليه انت اللي قتلتي اختك. اعترف ليهم كل بروده وقال ليهم انا اللي قتلتها وضربتها ب7 ضربات، وعندها الزهر اما كنت غادي نديها معايا من الدار ونحطها في شي بلاصه وفيما ترشق ليا نضربها بالموس. شدوا خوها في الحبس. هنا غادي نقول لكم الراي ديالي، التصرف ديال الاخ ديالها يقدر يتصرفوا اي واحد
فيه الدم ديال الرجوله، اولا انسان ما كيتحكمش في الاعصاب ديالو بالرغم انه ضيع حياته وشباب حقاش في اخر مطاف كتسمى جريمه وكيعاقب على القانون. وحتى ربي ما بغيناش نديرو هاد الفعله هادي. وهذا المحتوى كيف ما كتشوفوه نتوما محتوى موسخ، والغريب في الامر انهم كيقولوا ماشي حرام، حقاش حنا كنعلموا غير العيال كيفاش يشطحوا اولا كيفاش ينظفوا البيوت ديالهم، ولكن هما عارفين بان شكون اللي كيتفرج فيهم غير المراهقين اولا الرجال اللي كيبغيو يتفرجوا باش يلبيو الشهوه ديالهم، ولكن ما عارفينش بان اصحاب هذا المحتوى لا قيمه لهم فوق الكره الارضيه. وحتى اللي كيدعموا هذا المحتوى وكيتفرجوا فيهم بالتعاليق وبكاع التفاعل، كنقول لكم بانكم عباره عن جثث فوق الكره الارضيه. هذا كيبقى مجرد راي ديالي، بغيت نسمع الراي ديالكم في لي كومونتير. نتلاقاو في قضيه او في قصه جديده ان شاء الله.